وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. بعد التحية، أعرب الرئيس السيسي خلال أولى جلسات اليوم الثاني من اجتماعات القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل عن تقديره لاختيار مصر الحصول على التكنولوجيا الطبية لإنتاج اللقاحات في إفريقيا. برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تطوير التصنيع للقاحات؟ شكرا. هو طبعا أنا اجتمعت للجلسة كاملة، واجتمعت لكلمة السيد رئيس الجمهورية، وأنا يعني كنت متوقع هذا تماما للجهود الكبيرة جدا. يعني السيد الرئيس شكر فرنسا، شكر جنوب أفريقيا، وطبعا شكر لاختيار جمهورية مصر العربية من ضمن الدول المرشحة لتصنيع اللقاحات أو توطين تكنولوجيا صناعة اللقاحات، كل التكنولوجيا الطبية والعلمية. وهذا متوقع لأن جهود السيد الرئيس وإحنا بنتابعها تماما خلال الفترة الماضية كانت بتسعى تماما إلى هذا. وبالفعل إحنا بدأنا في مصر تطوير شامل وكبير، وتكلف زي ما قال سيادة الرئيس مبالغ ضخمة جدا لتطوير صناعة اللقاحات، تطوير شركة فاكسيرا وهي مؤسسة يعني تصنيع الأمصال واللقاحات، وإنشاء مصنع كبير جديد مؤهل تماما في مدينة 6 أكتوبر. وبدأنا باستخدام بعض التقنيات الصينية لإنتاج بعض اللقاحات، وبدأنا جهود علمية كبيرة جدا في الجامعات المصرية ومركز البحوث المصرية لإنتاج لقاح آخر مصري. هذا تقدير كبير جدا من العالم لاختيار مصر ضمن هذه الدول، وجهود كبيرة جدا حركة مضنية الحقيقة على مدى السنتين اللي فاتوا لتوفير اللقاحات بصفة عامة لإفريقيا وطبعا لمصر. جهود مصر كانت ناجحة جدا، وعندنا طبعا بداية التصنيع زي ما قلت لحضرتك، وعندنا أيضا يعني نية موجودة مؤهلة لدعم أفريقيا في هذا. ولحد النهاردة طبعا هذا الموضوع نتج نتيجة زي ما قال سيادة الرئيس وزي ما طلبت منظمة الصحة العالمية، أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات التي تنتج في العالم للأمراض الوبائية، ومنها طبعا المشكلة الوبائية الحالية. فالحقيقة يعني هذا خطاب بالتأكيد بحديث رائع. حضرتك عن التوزيع العادل، نتمنى أكيد أن هيكون في تمويل لازم، يعني طالب الرئيس عن أهمية أو تحدث عن أهمية توفير التمويل اللازم من لصناعة اللقاحات وتعزيز الآليات الدولية للتوزيع العادل. رأي حضرتك في ده؟ شوف، زي ما قلت لحضرتك، هو سيادة الرئيس بيسعى لهذا من أيام ما كان سيادة الرئيس أو في الفترة اللي كان فيها سيادته رئيسا للاتحاد الإفريقي، وانا رشحت وبشرف بهذا نائب رئيس مجلس امناء اللجنه المشكله من الاتحاد الافريقي بدعم من السيد رئيس الجمهوريه لاداره ازمه كورونا. ورغم سيادتك ان هناك اموال فعلا ومصر دعمت هذه المبادره، انما لم يكن هناك توزيع عادل لهذا. ليه؟ صحيح. لان طبعا الدول المنتجه خدت أولوياتها أو حصتها أو ما تحتاجه من هذه الأمصال. ولحد النهاردة وإحنا بنتكلم مع سيادتك، أفريقيا لم تغطي إلا 11 أو 11.2% من السكان بالتطعيم، ونسبة كبيرة جدا منها نتيجة لتوفر الطعوم في جمهورية مصر العربية. هذه مبادرة طيبة جدا. وأيضا أنا من ضمن الكلام الذي قال في هذا المؤتمر أو هذا اللقاء، إن في خلال شهور قليلة جدا سوف تدعم كل الدول بتوطين تقنيات الصناعة عشان لما يحصل وباء أو يحصل جائحة أو يحصل مشكلة، وحتى احنا ما زلنا في الجائحة، يبقى هناك إنتاج في أفريقيا يغطي. على فكرة يا فندم، حضرتك أفريقيا بتعاني معاناة شديدة جدا. صحيح. هي الجائحة جزء منها أو كورونا جزء منها، لكن عندنا امراض كثيره مستعصية في افريقيا، اخرى اوبئه، صح، في اوبئه وامراض مزمنه في افريقيا. فهذه المبادره القويه بس عشان يتضح كمان قيمه هذه اللقاءات ودعم مصر لهذه اللقاءات ودعم مصر للاتحاد الافريقي بثقه مصر الكبير وثقه السيد رئيس الجمهوريه. الحقيقه هذه المبادره مبادره طيبه، وان شاء الله تؤتي ثمارها خلال الفتره القادمه باذن الله. بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. شكرا جزيلا لك.